Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait banyaknya perbuatan buruk. فيلم رعب من النوع السحر والشياطين اللي خالق ضجة هذه الأيام. الفيلم اللي تقوله باللي إلى شاهدتي يمكن يحول المنزل ديالك الجميل لقطعة من الفحم، وأنك غادي تبقى تحس باللي كاينين الأرواح توجد معك في ممشيتي. والكثير من الناس ينصحون بعدم الاقتراب من الفيلم أو حتى التفكير في المشاهدة دياله، لأنه يحتوي على طلاسم وتعويذات يذكرونها في الفيلم حقيقية تماما لمنادات أرواح من عالم آخر. جن وعفاريت في الفيلم، سحر أسود، شعوذة وطلاسم، رعب وخوف وطقوس ممنوعة ومختلطة لتحضير الجن. لماذا تم منع إصدار هذا الفيلم في كل من الدول العربية المسلمة؟ وأيضا لماذا تم اقتباس هذا الفيلم من القرآن الكريم؟ فالمهم، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي، مرحبا بك في قناة بعد. لا تنسى أن تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه. أيضا لا تنسى تفعل زر الجرس ليصلك الإشعار الفيديوهات الجديدة. المهم يلا بنا نبدأ. بسم الله. أول حاجة غادي نبغي نوضحها، وكيف ما بزاف منكم غادي يكون عارفها ويقدر يكون ما عارفها حتى واحد، هو أن هذا الفيلم ماشي جديد. الأصل ديالو تركي، وتم الإصدار ديالو هذه 10 سنوات، وكيتوفر على 6 أجزاء مختلفة بعنوان سجين. فيلم سجين الذي الكل متحمس عليه هذه الأيام يعتبر واحد من أخطر الأفلام اللي موجودة في العالم. كلمة سجين نفسها هي كلمة أصلها جاي من القرآن الكريم، وجاءت في سورة المطففين. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. صدق الله العظيم. فما معنى سجين؟ ففي الوسيط للطنطاوي وتفسير القرطبي وابن كثير وغيرهم، فسجين هي سجن الفجار والكفار والمطففين، أي هم في حبس وضيق. وقيل أيضا هي جب مفتوح عواد في جهنم. أما عن مكانها فهي في الأرض السابعة السفلى، وفيها أرواح الكفار والفجرة. وقيل أيضا هي أرض السفلى التي فيها إبليس وذريته لعنهم الله. وقيل هي صخرة سوداء تحت الأرض السابعة، وفيها كتاب الفجار ومدون ومرقم فيها كل أعمال هؤلاء الفجار والكفرة والمطففين وغيرهم. هذا الفيلم قاموا بالترويج لهذا الجزء أكثر بكثير من الأجزاء الأخرى، والسبب مجهول. الفيلم يحتوي على العديد من التعويذات السحرية للسحر الأسود، من تعويذات سحرية وأخطرهم تعويذة أو عزيمة البرهوتية، والتعويذة هذه هي أخطر تعويذة على وجه الأرض في السحر الأسود. تقول هذه التعويذة أن كل الجن الموجودين بالأماكن القريبة من ذاك الشخص الذي يقول التعويذة يتوجه إليه مباشرة، وهي تعويذة من الصعب نطقها أو إتقانها إلا إذا كنت ساحر ذو خبرة من السحرة ذوي الخبرة. كاين واحد المصري اسمه السيد حسين الفلكي، شارك في أحد المسلسلات التلفزيونية بعنوان عاد لينتقم. مخرج هذا الفيلم هو إسماعيل ياسين. أراد أن يتقن فيلم يكون على غير العادة، يعني يكون حاجة مختلفة كليا، يكون فيلم رعب عادي في التمثيل لكنه يشبه الحقيقة، يعني بمجرد أنك تشاهد الفيلم تحس وكأنه واقع حقيقي وليس تمثيل. قرر يجيب سحرة ومشعوذين حقيقيين في الفيلم، ويكون من بين المشعوذين هذا المشعوذ أو الساحر الخبيث الذي دمر العديد من العائلات والمنازل في مصر، واللي هو السيد الحسين الفلكي. والاتفاق اللي كان بينه وبين مخرج الفيلم كان على مشهد واحد فقط. وقصة هذا الفيلم عن عائلة انتقلوا لمنزل جديد، وفي ذاك المنزل كانت تعيش فيه طفلة قتلوها هناك، وروح الطفلة ما زال في المنزل. وظهر المشعوذ بكل بساطة هو أنه يقول طلاسم وتعويذات لطرد روح الطفلة، وهنا يأتي دور التعويذة البرهوتية من السحر الأسود. والصدمة الحقيقية هنا
هو أن الساحر أو المشعوذ خدع كل الناس والمخرج والمشاهدين والعالم، وقال التعويذة البرهوتية الحقيقية كاملة. فريق فريق أنيق أنيق حريف حريف مليق مليق أنزلوا حتى يراقب الناظر بعينه. وأثناء التصوير لم يلاحظ أي أحد هذا، وأكملوا العمل على الفيلم وتم تصويره وإنتاجه. وبعدها تم عرض هذا الفيلم أول عرض في السينما، وبينما الجمهور يستمتع بالرعب، وبعدها فجأة تأتي اللقطة لمن خلالها العالم قال على هذا الفيلم على أنه أخطر وأبشع فيلم في العالم، وهي اللقطة التي قال فيها المشعوذ حسين الفلكي التعويذة البرهوتية الكاملة والحقيقية. وبعدها وبغرابة شعلت نار مجهولة في السينما، ويقال أن كل شخص من حضر هذا الفيلم يقال أنه أصيب بمس شيطاني. وأظن أن هذا الحدث يمكن أن يعاد من خلال فيلم سجين، أي التاريخ سيعيد نفسه. فإذا لاحظنا في غلاف الفيلم تظهر لك امرأة كأنها مسكونة، عليها غطاء مكتوب عليه آيات من القرآن الكريم ومن سورة البقرة، وبالضبط آية الكرسي بالخط العثماني التي تحمينا من الشر، خصوصا من الشياطين والأرواح الشريرة والجن. بل أكثر من هذا، يدور بالمرأة 4 مصاحف من القرآن الكريم في بيت نجس متسخ مهجور وقديم. وذاك ما خلق الغضب للمسلمين هو أنهم استعانوا بكلام الله وكتابه الكريم في مثل هذه الأعمال المتسخة بالسحر. الفيلم كيدور على واحد العائلة إندونيسية، بنت تحب ابن عمها، لكن ابن عمها كان متزوج ويحب الامرأة دياله، وكانوا عايشين حياة زوجية سعيدة وعندهم أبناء. هذه البنت حاولت تخلي الابن العم ديالها يحبها بكل الطرق، لكنها فشلت وبقيت لها طريقة واحدة، ألا وهو السحر والشرك بالله. ذهبت لساحر وطلبت منه يطبق لها سحر لكي يحبها ابن عمها ويتخلص من زوجته الحالية. طلب منها الساحر فعلا بعض المتطلبات، وهذه المتطلبات مذكورة وموجودة في الفيلم هذا بالتفصيل الممل. وبدأ بالفعل في عمل السحر بعدما لبت كل متطلباته. نتيجة السحر كانت غير متوقعة أبدا، واللعنة حلت بابن عمها وزوجته ولم يتوقف، بل حلت على الجميع. وهنا كانت بداية الأحداث المرعبة. وأنا لما أقول لك أنها مرعبة فأنا أقصد أنها مرعبة حرفيا. اللعنة تسببت في موت الشخص وزوجته وأولاده والبنت التي راحت تعمل التعويذ أيضا. وهنا بدأت الأحداث الحقيقية المخيفة. فيلم سجين النسخة الجديدة مختلفة عن التركية تماما، والأحداث والتفاصيل والتعويذات التي لم يسبق أن ذكروها في أي فيلم على مر التاريخ. وأنت تشاهد الفيلم تجي مشاهد يتم فيها معالجة أشخاص الجن يسكن أجسادهم. في هذه المشاهد هناك شيوخ وناس تقرأ القرآن الكريم، ويتم استخدامها بشكل حقيقي فعلا في العلاج والسحر من خلال تحريف القرآن الكريم كما يحصل في أرض الواقع بالضبط. كما الفيلم يوضح لك طريقة عمل السحر الأسود بالتفصيل، وما هي الحيوانات التي يتم التضحية بها لعمل السحر، والخطوات والجمل التي يذكرونها في الفيلم كلها بالفعل حقيقية وخطيرة. ويمكن وأنت ببساطة وأنت تتفرج يمكن أن تلبس من قبل جن من خلال أنك تسمع طلاسم وتعويذات حقيقية مذكورة في كتاب شمس المعارف الكبرى. فنصيحة، إذا قتلك الفضول وأردت مشاهدة الفيلم اذهب لمكان غير المنزل الذي تسكن فيه وشاهده بعيدا عن أهلك. فالسؤال الذي يحيرني هو لماذا أصبح مثل هذه الأفلام تنتشر بشكل لا يصدق، خاصة وأنها تحتوي على شرك بالله وأنها تروج للشرك. هل هناك أهداف مخفية أو رسائل مخفية لعقلنا الباطني؟ فإذا عندك أي رأي فلا تتردد في أن تشاركه معي. فإذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي مرحبا بك في قناة بعد، قناة ترفيهية. لا تنسى أن تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه. كان معكم أخوكم أشرف من قناة بعد، والسلام عليكم.